رجعت إلى الصف يا لالي وانضم وتشاح شاح على البالي راعي راعي الأقصى الجر الونة 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 من الأرض من صعب فنة قال من تراث أول نديم الماضي دايم بفن عادل وقال من كلام أول سيول فياضي محل قديم برسمة فرياضي قول الحاسيل يوم تاكل العيش والي والي خطفنا قرب ناس ما ميرة قدرتوا تقولون والي والي حصلكم جمع بيد ما ميرة تلالنا عراسي أنا مزيمة وانتو مزيمة أنا مزيمة ومتنجي أنا ما نبون البر لكن واتو سي ما نبون شوف انت عضالوا ربعنا سلم وحميد عضالوا ربعنا سلم وحميد يا علياهة الداس حشيبة هذا مطرب وعاصم العود ويونا من العاصم العود يونا ربعنا سلم وحميد ما يبتو شي علوم حشيبة هذا الكلام طبعا من فن الميدان وهو للوالد يوسف بن عبيد الفارسي ضيفنا لهالحلقة هو الوالد يوسف بن عبيد الفارسي من ولاية المصنعة بمنطقة الباطنة بعد الفاصل واللغز وراجع لكم عضالوا ربعنا حمد وحميد عضالوا ربعنا سلم وحميد يا عليا هات الدات حشينا نادم للماضي نادم للماضي واللغز هات ولا تفاسر علو هات ولا تفاسر وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كلن على حل وتعابير وكلن على حل وتعابير طبعا هذا هو الانشاد المعروف عن فن الميدان لغزنا يقول فابوه يغيب فابوه يغيب قريل المعلم فابوه يغيب قريل المعلم فابوه يغيب قسم لي من السهام حي باقي انا قريل المعلم فابوه يغيب قسم لي من السهام حي باقي وباسالك سالف طريقه وباسالك داير بنشدك وباسالك الحين ايش لي رميته فابوه يغيب هش لي رميته فابوه يغيب ومن دام من بعيد حي باقي هذا هو اللغز اللي ودي يعرف الإجابة يتابعنا للآخر يو 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 نوح
نفتح انا ويا اصحاب. زين. ويوم قالوا لنا يوسف وصل صور قال خلا بشيل الحين ابرد على جماعتي. زين. الله راضي ويا الميدان مستوي في الرجل. شفت انا. شفت صالح مثل الوقت. بسبق عليه ما بخلي. زين. الحين شجاع شجاع. حق. قد له قدمت له قدمت قدمت ما قالوا له مرحبا بابا هم مرحبا بابا انا قلت بسوي ليه مزح زار قرمع بقول له انا هني انا شحنها اللي بدنا سمن واصل وياي ولا يبصل هذا جايب سمن ما يبصل شحنها اللي بدنا سمن واصل وياي وسول وقت غيم بندر هم من تفند ها وسول وقت غيم بندر هم ده وخلص الفرد من شتو ولا تنازع الناس علوينا صالح بن سعيد من شتو عن بلادنا تكون علوينا صالح بن سعيد واصل ياي من شتو واجعلوه بندر هم بندر هم قال ملعون سبقتني ها الا لا تاحن انا اقول لا 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 هو مهمي جانا زين بندرهم فراحات كل شيء راحات فراحات الراح اللي يسوي في الزايد كل شيء راحات فراحات يلعبوا الصغيرين فراحة رفاعه يملنا يسلم عليك يسلم عليك الدين رفاعه يملنا يسلم عليك لا غيتني وما الغنيمية كلهم ربعني يسلموا عليك منين قال من مين يرد للغنيمية قال من يرد الغنيمية ولادها كذي قال الدار انه بخير يقول فالراحة تصبحوا ويمسود فالراحة الدار انه بخير فالراحة كل شيء يرحات فالراحات يلعبوا الصغيرين فالراحة رفعها يملنا يسلم عليك لا غيتني وما الغنيمية وكلهم ربعنا يسلموا عليك من الميرد للغنيمية يصبحوا ويمسون فالراحات على دارنا بخير فالراحة زين تعالوا جيب سبقني زين الحين هو دراي يدورني يبي يقطع يدور دوا وعامر يدور بعد يبقى يبقى وعايبه زين يدور دوا وعا مر بعد يبقى مر وعامر شوف لا ماذا جابوا يا عيالي على ماذا مليح تعلموا تعلم يدور دوا وعامر يدور وكل حطبها مثل يا هالة اها اسمع انت زين يدور دوا وعامر يدور وكل حطبها مثل يا هالة رفاع اليمن لازم مو مذبوح زين وكان طايح الحيط عرقبته شو انت؟ بقص الريله بقصه زين بعرقبه وكان طايح الحيط عرقبته يبا ياخذ شو انت؟ لازم وملزوم ولنا ما ارضى السيف عرقبته بقص ليلاتي بقص ولنا ما ارضى السيف عرقبته وعاني علي عامر يدور يلي مخالف كلي هالف من الامام علي تا ماشي ابن اخوين عامر ابن اخوين مزاري ما طاح تسلم هذاك اللي ما عليه هذا ترى ما تسلم بس غير كيف تقول انا عارفه ما تسلم ما طاح تسلم انت مبيت له هناك يا باللي يا ولا بعدك بعناه وتراح الميدان تمت شلته بيبسن يبسن حصل اولاد نعمة ويبغى ما يشوف عينه مسجل ما عنده عيال طربان واحد ما عنده عيال ما يحب واحد ولو ولو عور حصل ولاد عمى ويبغى وحصل ولاد عمى ويبغى دين ديني ديانة الاسلام انا ما بدين علي ديني ويوم لا على ديانة الاسلام عامر مخالف على ديني تو علي يدور عامر عمه يبغى يوم يدور عامر عمه يبغى انزين حشرته حشرته هون زين قال يا ابن المضلع عدين الحق هون هون بدايه زين المضلع المضلع
عادي يبن انا مضلع وعادي نلحق عدو بيلحقوا عدو يبن انا مضلع عادي نلحق صنعنا مثل للنبو ويابه يابه اللي بعد يابنا عليه صنعنا مثل للنبو ويابه ما بنت يا احد علي دربين يصيح الولد ما علم ثوبه مع امه ثوبه يمه ثوبه ثوبه امه ضربه يصيح الولد ما علم ثوبه ثوبه وستوته خلابه على دربه وهذا الخبر ليه علم ما علم ما علم ثوبه انتم ما عندكم خبر بعد كلام خارب الامام علي وعمر زين شل ويابه عادي نلحق شل بغصب للنبو يعني شوف انت يا عود الخيزران تسقي كلمتي شابكة الغصان غصن في غصن نديم الماضي زان والسمر ليلي في ربو عمان فان بعد فان أنا جيت وحصل لهم الى على المحرمة تعالي كي وتعالي بني هاي يعلموها زين ما عليك ما عليك زين يعلموها تعالي مني وتعالي مني وشو مني قلت انا شايف خادم قال اقرا تقول شايف قال قول قلت لي ما انت رب مشيتها لا روحنا قربت شايف نوزي حدني ما هاي نجي بقرب ودي بنيتني يعلموها الحين يعلموها الرقيق تعالي مني كي يسوي عند الطبل مني تعالي ومني يسوي كي وخضعي كي وقولي كي عادهم يعلموهم أنا شايف أقول شايف أنا ما نرمس ما نرمس لا تسبب ها قال زين أحسن ما نقصد من البيت زين أقول له خدم اللي مع القوت يا ولا قماش يقولوا شعريه لقي لقي احنا نقول خلي وطي زين احنا نقول وطي فاري هم يقولوا لقي يا خدم لي مع القوت يا ولا قماش وجاسنا ريولي فلق ما جاي ومعنا اعتدى مع ادم من البلدان لكان مع خلف ود بن عتيب هناك خلف ود بن عتيب كان هم بابا غربه معنا اعتدى معاد من البلدان اللي كان مع خلف وود بن عتيبه متى طحت في اللول يو القماش واني مريتك في القماش فين انت شوف شوف هذا الرمز اللي تبغى ترمزني عشان تاتك سي الليل خدم لي مع القوت يا ولا قماش وقاسن ريولي في القماش ومعنا اعتدى معاد من البلدان يا جان مع خلف وجد من عتيبه متى طلعت في اللول يا ولا قماش واني ما بيتك في القماش قال نقلد حبل لي ما يبيع هذا شايب ما نبى حد يعاوني هذا شايب هاي قول شايب زين نقلد حبل لي ما يبيعونه ويشاوي عطيتك يدي وروبه ويا شاوي عطيتك يدي وروبه منزلي ومن زيارته من تسرك الدبار من زيارته قال عيب يا ابوك ما على قماش ما يبيعونه ولا في ايديهم يدور بزيته ما يبيع سكر باب هنا عين العين يعني. سكر باب هذا نقلد حبل لي ما يبيعونه يجاوي عطيتك يد وروب من دني ومن تيارتهم وانت سرقتبها من تيارتهم يبوكم على قماش ما يبيعونه ولا في يديهم يدوروا تعال ببايعكم انا كيف وليتني وفلو ولا شيء يادي تعرف يسد عليك تعرف ما تعرفوا يسد عارفها اللي قدامنا زين قال وليتني وفلو ولا شيادي وداروا يغنوا لحن معهم ويرعوا سمن مال بخالتهم بالبيت مال خاله يرعوا سمن مال بخالتهم لك ينسهم من بخالتهم يوم ما يبيعوا ولا شيادي ما يمن توصف اللحن معهم قال نباك ما توصف حريمي ليه توصف حريمي والله دحم يا ري الحرم لا زوجة زين
جوقه يعني جوقه. ورميس؟ لا عرميس. اه. يقول نقلد حبل لي بيبيعون علي الوقت تايه غريبي. زين. ها؟ نايم مستوى مشتري نوبة اللي نحصل المشتري نوبة يقولوا على قماش بيبيعونه اللي نحصله تاني قلت انا شايف مكارك ولا هلا يبيعوا وعليه ما حسادح عليه ناخبة في ميل ما حسادح ود عبيد يقول تعالوا يا زيد عبيد عارف عارف عليه ناخبة في ميل ما حسادح تعرفوا يا زيد ما تعرفوه ساغة هاي اللي ساكت زين علينا خطف ميت ما حس هذا وعاين فرضهم هليم معين ويرعوس من المخالط العالم قرا ملح ملع روضي العالم قرا وملعي روضي ده ليش عايبن ملع روضي ملع يبيع وعلى قبال ما حس ما حس هذا أهل الكرامة والإيمان جزيرة نقعد بلاف وجل حرب شوف انت محبوبي راوف بخلك محبوبي راوف بخلك نديم الماضي لا تمل دام ما ملك لا تمل دام ما ملك نديم الماضي قال له قلت له نعم قال برمز قلنا يا اخي ميدان انت ما سامعنا كلمة ميدان قال له قلنا يقولوا ميدان يا اخي ميدان واحد تفضل رمح قال من أهل مدافعي الولويات أبن الحصن والحصالين ومن أهل بطالة بطول يديني في المحزم البسدي وديرة أسلم إسلامي بطول يديني من شفقت عليك يوديرة أسلم إسلامي يلوله وياك سلامي يخلي الحصالين هو يقول زين هذا سلامك قال لك يا سود عيني تعرف ليك لا لا ما اعرف تعرفوا يا زين؟ لا والله بلي انت ما تعرفوا زين قال لي يوسف رفاع اليمن مرحبا ينعوده مرحبا مرحبا وحي وسيارة الفلاح حيتها لا تغلط زين انا يعيه لا كون حي وسيارة الفلاح حي روحي عن الورد مدحيتي لمن معي لنصاح ثوره يا جماعة الخير بتحيتين هذا اياك مغريب ثوروا له قولوا عليه مرحباين عوده وبشوفكم مرحبا وحي استاهل قال عاين في عذق البران وصل عاين في عذق البران وصلهم يا حبل حبل يقول وصلهم عاين في عذق البران وصل قهم شوساق بروقه واكبر من اليرور يا الريحاني بالروس من لا بقوتنا بنزورك اليوم يا الريحان ما بحيلنا ولا بقوتنا والله ما هاي بران وصل رب الولي ساق بروقة قال لي يوسف غاب حاطب وحاطبك يا عمر علينا بيوك الاسبع ولا قرب البدانه ما يتعبر يمشي ولدي وسالك ريوله وحد من الواد ما يتعبر الى عاد تعب سالك ريوله لو عاد تعب الوقت حاطبي وحاطبك يا عمر ما اعرفك انت ابو قاسم ولا زين على الوقت عاد انت وافقك عاد انت وافقك قال شفنا لمصر قال عاد سنام ولبس الخناير ما عدلتي والمرض لبس ثوب ومرغدين نقراد عانا ما شرفنا ويا يوسف مهنيين ومرغدين وعليهينكم ما شرفنا ويا سمح لهين قال عاد سنام لن تهدي له ما عدلتي قال يوسف كل الطبلدان في الميدان قسمه وراثه يتموت انت طبخت اللحم يا الغريب شوي عدل مياري وبعد ساعه انت بعدك صبر يا الغريب شوي لنيات ساعه بعد ساعه بتدفن وبطيب في الميدان ابدي يا عامر تموت انت تعالوا سوي لي سواحلي انا ويد الانسان قلبوها قلبها سواحلي سوى لي كلمه ايش قال؟ لحمة ضبي قال ما نوون البر لحمة ضبي ما نوون البر لحمة ضبي ما نوون البر خدم لي يصايغ النبوتية زين يوم تاكل العيش والي والي
خطفنا قرب ناس ما ميرة قدرتوا تقولون والي والي حزركم كم عبيد ما ميرة تلالنا عراسي أنا مزيمة وانتو مزيمة أنا مزيمة ومتنجي أنا ما نبون البر لكن واتو سيم ما نبون ليني ما نبون لكن واتو سيم ما نبون احنا نيحن كيف قال؟ نادم للماضي نادم للماضي ولا زهات ولا تفسر علو هات ولا تفسر وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كلن على حل وتعابير وكلن على حل وتعابير ايو ايو فابوه يغيب اقري للمعلم فابوه يغيب قسم لي من السهام حي باقي انا اقري للمعلم فابوه يغيب قسم لي من السهام حي باقي سار في طريقه وباسالك انا داير بنشدك وباسالك احنا ايش اللي رميته فابوه يغيب ومن دام بعيد حي باقي ايش اللي رميته فابوه يغيب ومن دام بعيد حي باقي هذا هو كان اللغز اما الجواب فهو الملح نلتقيكم بالغد وحياكم الله ايو يو 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 كذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت من ولاية المصنعة بمنطقة الباطنة وكان معنا وبصحبتنا الوالد الشاعر يوسف بن عبيد الفارسي تمسوا بالخير كل عام وانتم بخير حياكم الله هل نقدر نلوي لكم الفيل ومن عاتب الناس 700 إلى قسمت للمال بديلي وكانت عني الهام بديلي تعشى بثلاثين لك من الفيل وفى بعفاريد 700 عشان بكا ما يقدر شوف انت قلنا وودعنا في المغنى والمعنى برصايا هالناس باكر على الموعد لا تغيب لا تبعد خليك قوي الساس الخير الأماكن من سدرات اللحن في الضوذاب والماس فنن فنن على فن قاصد ومتعني واللي نشد بحساس فضل رحماني والكاسر المراس